يلا هو معايا ما تسقاش تفوتوا الفيديو باش ما تمنع لكم حتى لقطه. المهم كما وريتكم سيد اختي عزيزي انت لا انا البنت بغاش تبان. المهم كما وريتكم عنده حويجات غزالين وكيدير الاثمنه. المهم راه جاي في المدخل ثلاثه. دابا غادي ندخل نشوف ليه غادي نشوف واحد يعني شنو كاين شنو تحط عاود جديد باش نشارك معاكم. سنة سعيدة واغب القاعدة وسنة سعيدة يا اختي. كنت هاد المعارض هنايا ها ندخلت المعرض. مهم هنا فين جيت نهضر فين بديت نهضر تلقوا الموسيقى وراك عارفين خفتي ضربوني بكوبي رايت. مهم بسم الله غادي نبداو. كاين هنايا هاد جينا الشكل ديال السليلات الصراحه زوينين. كاين هادو 18 درهم. مهم الاخرين راه الثمن كان باين تمايا. كاين هاد لي بواط هادو لقيتهم عند هذا دايرين 40 درهم. عنده هاد الشكيلات هادو كاين في الكحل كاين هادو اللي فيهم الدوغي كاين هادوك البويض عاود هادو كاين ديال الدوش. غادي تشوفوا الثمن تما غادي نوريه لكم. فيه الشكيلات واللوانات صراحه عجبوني اللوانات مبهجين. دايرين 160 درهم. كاين هاد الشكالات هادو عاود بوحدهم كيما راكو تشوفو. هاد الشكل هذا داير 240 درهم. مهم هنايا غادي تشوفو معايا هادو ديال اتاي والقهوة والسكر. هادو جايين حديد يعني ماشي ميكا. صراحه اللوينات ديالهم زينين وعجبوني انا. دوك الكحل فيهم اللوان زينين ما بقيتش عاقله شحال كان قال لي الثمن. كاين هادو عاوتاني ديال الصابون دايرين 40 درهم ماشي تما ماشي ميكا. كاين عاود هاد الشكل هذا داير 70 درهم. صراحه هاد المعرض هذا فيه حويجات غزالين غزالين بزاف. وكاين الاثمنه مناسبه كاين بخمسة دراهم وانت طالعه. وما عندوش يعني غير هادشي ديال الميكا عنده الميكا عنده الفخار عنده. مهم الا من ما قلبتو تلقاو عنده. واثمنه مناسبه عجبوني انا صراحه الاثمنه ديالو عجبوني. كاين هادو عجبوني هادو ديال كتعلقي فيهم الشطاطب جفافات. كاين الصغيره دايره 45 درهم وكاينه ديك الكبيره الاخرى ديالها. كاينه هذه عاوتاني كما كتلاحظوا معايا في الصوره كتحطي في هذاك الشيء ديال التقاوت وكتحطي التليفون الفوق. عنده هاد الاخر سلوفان عنده لما قلبتي. المهم الحاجه اللي قلبتي عليها قلت لكم تلقاوها عنده راه جاي في الشارع فروت مراكش رسميتو برومو المراكشي. غادي نخلي لكم التصويره ديال نتاعو في المينياتور باش تشوفوها التصويره نتاع المحل. كاينين هادو بغيت نشاركهم معاكم. هادو زوينين بزاف راهم عندي ديجا راهم عندي هنايا في الكوزينه دايرهم تحت البوطاجي داير عليهم الماعن. كاين هاد الكيسان هادو دايرين 18 درهم. شنو هي يعني غير ميكا يعني هادو ماشي زاج ولا فخار. كاين حتى هاد المنظمات هادو بالنسبه للتقاشر ولا سليبات ولا هادو كيجيو في القجوره زوينين يعني راهم عندي ديجا كنت شريتهم ولكن ماشي بحال هاد الشكل بالضبط. عندو بزاف بزاف ديال الحوايج بزاف. مهم كما قلت لكم ونعاودها لكم حاجه اللي قلبتوا عليها تلقاوها عنده صراحه داك الشيء زوين بزاف.
كاين هاد الشكل هذا، هادو ماشي لوح، هادو غير ميكا قرن، بصح في الشكل ديالهم جاي زوين. اللي ناوية ندير ان شاء الله من بعد ونشري شي وحدين. المهم شوفوا باش ما نطولش عليكم بالهضره الهضره الهضره الهضره، غادي نخليكم تاخذوا راحتكم وتشوفوا الحويجات وتشوفوا الاثمنه ديالهم. راني حاولت باش نشد لكم حتى الاثمنه، كاين شي حوايج اللي لقيتهم بلا الاثمنه ديالهم بحال هادو، كان قال لي الثمن ديالهم ما عقلتش عليه صراحه. وكاين شي حوايج اللي مكتوبين الاثمنه ديالهم، راني حاولت نزومي لكم على الاثمنه باش تعرفوهم.
كاينه هادي بغيت نشاركها معاكم. ديجا كنت شفتها في واحد الفيديو نتاع دوك الكوريين كيديروا فيها العدس لوبيا داكشي ديال القطاني، وكتخوي في هذيك في هذه البطونه اللي وطيت فيها، وكتخوي في هذيك السوبيره اللي راها فيها تما لتحت، داير لها 210 دراهم. كاينين هادو نتاع الخضره نتاع البطاطا والبصله، كاين في هذا الشكل هذا، هذا النحاسي، وكاين في هذا الكحيل، كاين في الابيض، كاين هادو كبار كبار عليهم بزاف، عجبوني. وكاينين وحدين اخرين كنت شفتهم ديجا في جهه اخرى، فيهم وحده فوق وحده، فيهم الصغار نتاع اتاي السكر، وكاين فيهم ديال الخضره. المهم هنا الفوق كما كتشوفوا كاين حويجه ديال 5 دراهم. انا غادي نبدي لكم من الاول كما كتشوفوا رهيبه اللي تما، هذاك بابي الومنيوم، كاين المراشم، كاين هذوك الفوي، بزاف بزاف ديال الحوايج. مهم راكو عارفين حيت تما ما قدرتش نهضر، كيكونوا طالقين الموسيقى ما كنقدرش نهضر، كنحاول حتى كنجي للدار عاد نهضر. كاين صفايات، كاين ديكورات هادوك اللي كيتعلقوا في الحيط. مهم هادو هنايا داير لهم 5 دراهم. كاين هاد القطاعات هادو ديجا راهم عندي تانا في الدار، عمليين وزوينين. المهم لماس شيتات، هادوك الشمع، هادي زوينة، هادي عجبني الديكور ديالها، كاين دار فيها شمعة، الحبيله ديال الدراري الصغار، فراشة الماس، اي حاجه قلبتوا عليها في هاد الجهه ديال 5 دراهم تلقاوها. كاينين هادو كيتعلقوا فيهم سرابت، حتى هي زوينه، كيسان ديال الميكا على حساب الدراري الصغار. كاين هادوك العلاقات، عجبوني هاد السوبيرة، تشوفوا شحال صغيورين وزوينين. هادو بالنسبة للناس اللي كيخدموا هكا يبغيو يدو معاهم دوك التقاوت ولا، صراحة زوينين ما يقبضوا لهم حتى البلاص.
هو الدري هنايا، غادي نوريكم على الفنجان جاي اون فصل هذيك شيك مود. صراحه عندهم دوك الحوايج واعرين واعرين واعرين. فصل هذيك شيك مود، ها هو المحل. اه هاي برومو المراكشي. المهم اي حاجه قلبتو عليها هذه تلقاو. ملي جيت ندي هنايا ديت لا كريم باتيسيير غادي نحتاجها، وديت داك البيتين. السيد هذا مولفه كندي عليهم بزاف، كندي عليهم ليمول، كندي عليهم اي حاجه. غادي نمشي نزيد نشوف شنو غادي ندي. واو بتا هو راه معاهم. ها سبدا ندور. يا دوري هاك يا ويلي عم ضربني في الوجه ديالي وقت نشوف. المهم دابا غير مع الشمس قلت له روح مور ظهري باش درقني من الشمس. غادي نمشي نحط دوك الحويجات اللي خديت، غادي نمشي نحطهم في الطوموبيل، غادي نطلع من جهه سوق الفلاح نشوف من تما جهه الباطيمات نشوف شنو كاين الجديد. حتى تما كيحطوا صراحه حويجات زوينين. يلا يلا معايا، ما تسقاش تفوتوا الفيديو باش ما تمنع لكم حتى لقطه. ماني بديت واحد البوش عجبتني لقيتها ب260 عند هذا جاي في جهه الباطيمات. حبيباتي راني مروحه للدار. نتمنى الفيديو يعجبكم، ولا كيعجبكم بحال هاد لي فيديو هادو قولوها لي في لي كومونتير، نبقى نخرج ندير لكم هكا جولات في المدينه في المعارض اللي كاينين، نشارك معكم الاثمنه، نشارك معكم الحويجات اللي كيخرجوا جداد.
وما تنساوش اللي مازال ما اشترك القناة ديالي يدير ابوني وخلي واحد لايك لايك لايك. تهلاو في راسكم.